سر قوة وعظمة مصر في شعبها، شعبها اللي مفيش حاجة بتكسره، شعبها اللي بيتحدى المستحيل. معانا عم مجدي، منورنا في أهالينا. الله يكرمك. كلمنا عنك يا عم مجدي. أنا كنت شغال بتاع ضيوف. تمام. كنت مبسوط وكنت مرتاح آخر راحة. الحمد لله. كان عندك كام سنة؟ أنا دخلت الجيش كمان. تمام. اللي حصل فيا كده أهو بعد كده، بعد الجواز. أنا اتجوزت وحصل لي كده وأنا شغال. احكي لنا بقى الإصابة حصلت لك إزاي؟ أنا برش وحسيت إن عينيا زغللي. ما خدتش الديت ورحت لدكاترة. لدكاترة كتير. آخر دكتور قال لي أنت عندك مرض بهجة في عينيك. معرفش ده جالي من إيه. معرفش. وإيه المرض ده؟ تشخيصه إيه؟ عبارة عن إيه؟ ما هو كل ده مش عارف. قالوا لي ملوش ملوش عملية ولا أي حاجة. بس كانوا بيدوني إبر في عينيا. الدنيا إبر في عينيا. بيحاولوا يحافظوا على النظر؟ بس مفيش. لا مفيش خالص، ضلمة. طيب نظرك راح فجأة ولا حتة حتة؟ لا بقى ينزل، بقى ينزل، بقى ينزل. أيوه. وخدت إبر في عينيا وبقى لي دلوقتي أزيد من 35 سنة. فاقد البصر بقالك حوالي 35 سنة. أنا ليه بقول إن سر عظمة مصر أهلها؟ إن حضرتك رغم إنك فقدت نعمة البصر ما استسلمتش وما قعدتش في البيت. لا 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 لا. احكي لنا بقى. نزلت بعد ما فقدت بصرك. إيه أول شغلانة اشتغلتها؟ كنت عملت باترينة شيبسي وحاجات كده أهوت وحاجات حلويات. ورجعت ما مشيتش معايا، يعني كنت ما تدخليش حاجة. إزاي؟ ما كنتش مرتاح فيها. تمام. لا. فناس ولاد حلال قاموا ايه، قاموا موديني سوق لابور، قاموا يجيبوا لي الايه الحاجات، بقيت اجيب الحاجات دي وابيعها خضار. وقفت بقى بالخضار. ومن هنا جه اسم الشهره بتاعك عم مجدي قوطه. انا اساسا من زمان وانا اسمي قوطه. اسم قوطه جاي منين؟ من وانا صغير، من ستي. ده اسم قوطه، ده يعني مش عشان خاطر ببيع قوطه. لا. اوكي. هو تمام أصلاً. طب احكي لنا بقى عن رحلتك بقى من اول ما ابتديت تنزل الشارع وتبيع وتشتري. بقيت الف وابيع وكل حاجه. وامشي يعني. بتلف يعني انت من اهل عابدين اصلا؟ طيب. بتلف وتعرف الشوارع ازاي وانت فاقد البصر؟ لاني انا كنت اساسا كنت شايف وعارف الشوارع وبمشي، بس انا كنت بقع الاول. فمارست المشي بالايه؟ بالعصايه. تمام. انما انا كنت الاول كنت بقع واتخبط ويعني، انما دلوقتي انا مارست المشي بالعصايه. العصايه ربنا في كل شيء طبعا، ثم العصايه هي بتنقذني من حاجات كتير. تنقذك من حاجات كتير ازاي؟ من حاجات يعني ممكن انا وانا ماشي انا بصد كده. لو في حاجه قدامي بعرفها. لو في حاجه قدامي بعرفها من العصايه. بقالك قد ايه بتبيع خضار؟ الخضار ده بقى لي بالي كتير. بالي كتير قوي. انت اصلا كتير. من سكان عابدين؟ طيب احكي لي بقى عن لما نزلت بعد ما فقدت البصر واستقريت على الخضار. احكي لي بقى عن اهل عابدين، عملوا ايه معاك؟ ايه المواقف الحلوه، المواقف الوحشه؟ انا عرفت ان انت تعرضت لمواقف صعبه كتير، مواقف حلوه. الحمد لله. لنا. الحمد لله. انا الناس هنا كويسين. كويسين قوي. يعني لما بيشوفوني معدي حتى يقولوا لي هات يمين شمال، لما بكون ايه لما بكون حاجه مش مساعداني العصايه برضو بيساعدوني. تمام. كل حاجه بتساعدني. مين بيفرش لك الفرشه دي كل يوم؟ انا اللي بفرشها لوحدك. لوحدي. انا اللي بفرشها كل يوم. وانا اللي بجيب الحاجات كل يوم لوحدي. بتجيب الخضار منين يا عمك؟ من السوق. سوق ايه؟ سوق الاثنين هنا اهو قريب. بتجي كل يوم الصبح. احكي لنا كده عن روتين يومك. اول ما بصحى الصبح بصلي الفجر وارجع انزل الم بضاعتي الاول. واجي على نقر الصهر، يعني اشتري الحاجات. بتشتري حاجتك. اشتري. اللي عنده كذا بجيبه واللي عنده كذا بجيبه. وبتقعد بقى يعني انت مثلا شايفين طماطم وبقدونس وفلفل وليمون. بتشتغل في ايه تاني؟ يعني هي دي الحاجات الثابته معاك؟ هي دي الحاجات الثابته. ما بعرفش اجيب حاجات تانيه عشان لا، وممكن ربنا كرمني بجيب فاكهه. بجيب فاكهه. تمام.
طب احكي لي على المواقف سواء حلوة أو صعبة اللي عدت بيك. هي اللي كان صعب عليا أول موضوع عينيا ده. هو ده اللي كان صعب عليا أول. لأني كنت بمشي وما كنتش ممارس المشي. وقعدت فترة ما نزلش من البيت. قد إيه؟ قعدت بتاع سنة ونص. سنة ونص قاعد في البيت أول ما فقدت بصرك؟ طب معلش ما تزعلش مني، يعني كنت بتصرف منين السنة ونص دول أنت وبيتك؟ ما أنا كنت شغال. مش أنا بقول لك أنا كنت بتاع دوكو؟ أيوة بتاع دوكو. يعني مثلا كنت محوش ولا كنت بتصرف أول بأول؟ أنا كان بيكرمني. لا كنت محوش. يعني كنت شايل قرشين للزمن. كفوك السنة ونص دول؟ الحمد لله. طيب أحمد الله وأشكره ألف مرة. طب كلمني عن دور زوجتك أم أولادك. لا زوجتي عملت معاك إيه ساعة ما فقدت بصرك؟ دي كانت مساعداني جميع المساعدات. وكانت هي اللي بتوديني للدكاترة وكل شيء. هي اللي كانت بتجري معايا في كل حتة. أنا كنت باجي من عند الدكتور ممكن الساعة 4 الفجر. ممكن 3 بالليل. وهي كانت معاك. أنا معايا ناهد. أيوه. دي اللي انت شفتها لحد ما بقى عندها سنه وبعد كده مش فاهم. ايوه حضرتك فقدت بصرك وعندها سنه. هي دلوقتي ناهد عندها كام سنه؟ ناهد متجوزها دلوقتي ومخلفها ما شاء الله. يعني انت بابا جده. وخلفت مين بعد ناهد؟ احمد ابني. ربنا يخليه لك يا رب. عنده قد ايه يا رب؟ احمد مخلص بكالوريوس حقوق. لسانس حقوق. لسانس حقوق ما شاء الله. وبنتي بكالوريوس تجارة. الله أكبر. ربنا يخليهم لك يا رب. الحمد لله. طب احكي لي بقى، طبعا الست المصرية أصيلة وجدعة وبتقف مع جوزها. بس عايزين نشوف بقى دور الست الأصيلة الجدعة دي معاك. عملت معاك ايه بقى غير ان هي كانت بتلف معاك على الدكاترة؟ يعني السنة ونص اللي انت كنت قاعدهم في البيت كانت لما بعوز اي حاجه كانت هي اللي بتعملها لي. لا ما انا بقول لك هي تعبت معايا كتير. تعبت معايا كتير. وبقول لك هي اللي كانت بتوديني وتجيبني. لان ما كنتش ممارس. ما كنتش ممارس المشي زي دلوقتي. انا دلوقتي بروح كل حته بنفسي لوحدي. ايوه المكان اللي انا عايزه بروح اجيب حاجتي لوحدي. الصبحيه حفظت عابدين خلاص. طيب لما عملت فرشة الحلويات وفشلت، هل هي صاحبة مشهورة الخضار والفاكهة ولا انت فكرت فيها وقلت لها؟ جات لك منين الفكرة؟ انا دي جات لي ازاي بقى؟ واحد كان بيجيب بطاطس وحاجات. فقال لي تعالى اشتري مني. كويس. جابوا لي ميزان وبقيت اوزن عليه اهوت. مارست بقى الايه الخضار. ابتديت بقى ان اجيب قوطه. بطاطس. تمام. ما كانتش بتنزل تقف معاك مثلا ولا هي مكتفيه بدورها في البيت؟ لا مكتفيه بدورها في البيت. مكتفيه بدورها في البيت بس. انما انا اللي بنزل وانا اللي بشتغل. تمام. طيب الولاد لما كبروا ناهد واحمد، ما حدش فيهم نزل معاك يشتغل؟ لا ما كنتش بخلي حد فيهم ينزل يشتغل معايا. يعني أنا احمد أنا أنا, انا 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 اللي ما كنتش بخلي حد يشتغل معايا. يعني هل احمد مثلا طلب ان هو ينزل معاك وانت قلت له لا؟ كان بيساعدني. كان بيساعدني ويشيل معايا. انما انا ما وقفتوش معايا. ليه بقى؟ ربنا يكرمه. المذاكره اهم يا ابله. المذاكره اهم. انا كان عندي اهم شيء التعليم. طيب وبعد ما ربنا كرمك فيه وتخرج وخد شهاده، ما فكرش ينزل يقف معاك؟ لا هو شغال وربنا يكرمه بيراضيني. ابني بيراضيني. ربنا يخليه لك. الحمد لله ابني بيراضيني. طيب ما جاش يوم كده ناهد او احمد او ام الولاد قالوا لك انت بقى تعبت وكفايه كده واقعد استريح؟ قالوا لي كتير. لا ابني زعلان برضو عليا، يعني مش عايزني انزل ويديني اللي هو عايزه. قلت له لا يا ابني انا بحب اقف كده واقف بنفسي. معلش عايز اسالك سؤال وسامحني فيه، امتى يوم حصل موقف خلاك تعيط؟ لما كنت بقع. لما كنت بقع او اتخبط. ازاي؟ يعني ما انا قلت لك انا في اول وانت ماشي ما كنت ما انا عشان انا ما كنتش ممارس المشي. كنت كل ما بتخبط بعيط. في حد يعني استغل فقدانك لنعمة البصر وسرقك او نصب عليك او الكلام ده؟ لا دي بقى ما اقدرش اقولها بقى خلاص. يعني ايه؟ الله سهل العبيد. ما انا اتاخد مني حاجات كتير فعلا؟ من الخضار. وكانوا بياخدوا مني. وما زال. بس انا سايبها لربنا.
ربنا هو اللي بيعوض عليا. مع تطور الزمن وتطور العلم ما حاولتش تسأل إذا كان في علاج لحالتك أو لأ؟ ما أنا قلت لك إن أيوة ما هو من 30 سنة غير دلوقتي. آه دولم قالوا لي ده مرض اسمه بعجل ملوش عمليات. وملوش علاج؟ لأ. ما أنا بقول لك أهو. أيوة الكلام ده من ساعة ما حضرتك فقدت بصرك زمان. تمام أنا رحت. أنا بتكلم بقى دلوقتي. لأ أنا فضلت أمارس، أنا دلوقتي خلاص بقى أنا بتمشي طبيعي. أنا بتمشي طبيعي. ما بروحش أي حتة. بقيت ماشي طبيعي خلاص بقى ستار ربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله. ايوه بس. طيب. عشان ما تعبش تاني. عشان نفسيتك بتتعب لو اتعلقت بامل. ايوه بس فانا اسيبها لربنا. ليه؟ عشان انا ماشي دلوقتي احسن من اللي شايف. ما شاء الله. بس. وبعدين انا خلي بالك انا طلعوني عمره. ما شاء الله. طلعت عمره وشفت الكعبه. الله. اه والله. الله عليك. شفت الكعبه وشفت الحمام. الله عليك. بيقولوا لي انت شايف دول اما مش شايفنا احنا؟ هقول لهم سبحان الله. سبحان الله. اه بقيت اقول لهم سبحان الله. وانا عيني ضلمه كده. ما شاء الله. اه. ده نور ربنا. بس ما انا عارف واحمد الله على كده. الف حمد وشكر. بس انا شفت النعمه دي ربنا اداها لي فالحمد لله. الف حمد وشكر. بس. عم مجدي نفسك في ايه؟ يعني حاسس نفسك في ايه؟ نفسك تحقق ايه؟ ايه يعني بتفكر في ايه؟ أول شيء أنا بفكر في ملك الله وأنا راضي بنصيبي بس. حضرتك عارف إحنا في برنامج أهالينا جينا وكان لنا الشرف نصور مع حضرتك ليه؟ لأن حضرتك بتثبت إن المصري مفيش حاجة تكسره. الحمد لله. ومفيش مستحيل. لا حضرتك لا لا تغلبت على فقدان نعمة مهمة وكبيرة زي البصر وما اتكسرتش ووقفت على رجلك. لا أحمد الله. ألف حمد وشكر لله. واللي مشاني كده هو ربنا. ونعم بالله. وهو اللي بيمشيني وهو اللي بيوديني واجي كل حاجة. ربنا هو اللي بيمشيها لي. ونعم مش بالله. إحنا. صح. مش العبد لا 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 ده ربنا. ربنا يا رب. أنا عينيا ضلمة وبمشي ربنا هو اللي يعلم بيا. صح. أحسن من اللي شايف. بقول لك أنا شفت الكعبة. ما شاء الله. ربنا يا رب. أحمد الله وأشكره على النعمة اللي أنا فيها. ألف مرة ويديم عليك نعمة البصيرة. ربنا يكرمك. ويديم عليك نعمة الرضا. وطول نور البصير احسن من نور البصر طبعا. فاحمد الله واشكره. الف حمد وشكر. الحمد لله. وطول ما حضرتك يا عم مجدي والناس اللي زيك اللي ما فيش حاجه بتكسرها واقفه على رجليها برضا ربنا ما يتخافش على مصر وعلى اهلها. نحمد الله. نحمد الله. الف حمد وشكر. الحمد لله. عم مجدي انت نورتنا في اهالينا. وانتوا كمان نورتونا. وكان لينا الله. الشرف ان حضرتك ضيفنا النهارده. والله ده انا ليا الشرف انكم وصلتوا لي هنا. شوارع عابدين منوره بيك. الحمد لله. ألف حمد وشكر. هتعيط ليه؟ لا ليه؟ ليه؟ ده احنا لسه بنقول الحمد لله. الحمد لله. في ايه يا عم مجدي؟ بتعيط ليه بس؟ ليه كده؟ مش بنقول الحمد لله؟ الحمد لله. في ايه بس بتعيط ليه؟ محبة الناس أحسن من كل شيء. ونعم بالله يعني من حبه ربه حبب فيه خلقه. الحمد لله. طب ايه اللي خلاك تعيط بس؟ عشان صعب عليا الكلام. ليه؟ ده احنا بنقول ان انت مثال ان مفيش حاجه تكسر. احمد الله. احمد الله. الف حمد وشكر. لا الحمد لله رضا. ربنا يا رب ينور بصيرتك كمان وكمان ويحبب فيك خلقه كمان وكمان. الحمد لله ربنا. يعني احنا اول ما نزلنا عابدين سمعنا عن عم مجدي عشان كده جينا لك وكان لنا الشرف انك معانا. الحمد لله. نورتنا يا عم مجدي. الله يسترك. ربنا يا رب ينور بصيرتك كمان وكمان. ربنا يسترها معاك ويبارك لكم يا رب. معاك ربنا يخليك. الف شكر. شكرا جزيلا نورتنا. الف شكر. ربنا يبارك لكم يا رب. ربنا يخليك. نورتوني.